مساكم الله بالخير متابعينا ويا اهلا يا مرحبا فيكم في مساء جديد من يوم الثلاثاء من برنامج وطني. مثل ما عودناكم كل ثلاثاء نكون معاكم انا وحازم في هذه الحلقه. مساء الخير والنور والسرور ايمان والمسي على متابعينا وين ما كانوا في حلقه جديده. مواضيعنا دائما المتجدده الاجتماعيه والقضايا الجميله اللي احنا نطرحها بهدف ايجاد حلول لهذه المشاكل او القضايا احنا نقول دائما يعني الامور اللي احنا نطرحها حازم او المواضيع اللي نطرحها تهم يمكن المجتمع البحريني والمجتمع الخليجي بشكل عام. بس انا بقول شغله يمكن بدايه الحلقه حازم ما شاء الله يعني الحين احنا من بدينا المستوى الاخضر في مملكه البحرين صحيح ونشوف ما شاء الله الكل ملتزم الكل ماشي على هذه الخطوات اللي اكيد يعني اصدروها واحنا قاعد نتبعها. يعني انا اقول صراحه برافو على الكل ان ملتزمين. اكيد ايمان يعني درجه الوعي الكبير اللي لمسناه واللي حتى انعكس على الحالات القائمه دليل على وعي والتزام وجهد كبير جدا من الفريق الطبي اللي نوجه له كل الشكر والتقدير. شكرا من القلب على كل هذه الجهود. موضوعنا الرئيسي لليوم يهم شريحة كبيرة وبالتحديد أولياء الأمور. معظم العوائل عندهم شخص مصاب بالتوحد وهم بحاجة لرعاية واهتمام وتربية وتعليم وعناية صحية مضاعفة أضعاف الأضعاف مقارنة بالشخص السليم. فعلا إيمان ورغم جهود الوالدين الجبارة ومحاولتهم لتوفير البيئة المناسبة ولكن الموضوع أصبح خارج نطاق قدراتهم المعنوية والمادية والصحية والتربوية وأيضا التعليمية. فالشخص المصاب بهذا الاضطراب بحاجة إلى تعزيز الصحة والرعاية وخدمات إعادة التأهيل والتعاون أيضا مع قطاعات أخرى مثل قطاعات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية. خلينا نشوف هذا التقرير اللي راح يحدثنا أكثر عن ذوي التوحد وراجعي. بالنسبة حق كلمة ماما، أول مرة سمعتها منها في عمر 5 سنين كان شعور جميل جدا. إبراهيم في بداية عمره كان طبيعي، كل شيء طبيعي، ولادته كانت طبيعية، نموه كان طبيعي. إلى عمر السنة ونص بديت أقارنه بالأطفال اللي من عمره، يعني العرض البارز كان عند إبراهيم هو التأخر اللغوي. بديت أبحث عن الأسباب إن ليش إبراهيم لغوياً للحين ما تكلم. فمع التقصي وديته حق أخصائي فشخص لي أنه هو تأخر نمائي تقريبا على عمر 2.5. طلبت مني واحدة من المدرسات أن إبراهيم مو تأخر نمائي، فقالت لي أن عيدي أم إبراهيم تشخيص الولد. لذلك أخذت حق مركز متخصص لتشخيص التوحد. طبعاً كانت صدمة كبيرة لما قال لي إن الأخصائي اللي شخصه إن إبراهيم مصاب باضطراب طيف التوحد. طبعاً هو كان يتكلم وأنا في عالم مختلف تماماً، يعني كانت هناك تساؤلات في داخلي، ما هو التوحد؟ استلمت التقرير وطلعت، كان أبوي ينتظرني في السيارة مع أخته كان عمرها ما يتعدى 1.5 شهر. قلت له إن إبراهيم مصاب باضطراب طيف التوحد. طبعاً هو ما بين دموع وصمت أفكار، ما يعني صارت فيه لخبطة مشاعر.
فالحمد لله يعني أنا حصلت دعم كبير من يعني اللي حولي، أمي وأبوي زوجي أخواني أختي بالأخص، كلهم كانوا حولي، فهاي اللي خلاني إن أنا أتعدى مرحلة الصدمة. نتيجة البحوث اللي كنت أسويها دريت إن وزارة التربية يعني توفر خدمة تعليم التوحد في المدارس الحكومية وهم صفوف الدمج. سعيت أكثر وأكثر إن أنا أطور من ولدي، تم قبوله وزارة التربية إنه يدخل مدارس الحكومية في صف الدمج الخاص باضطراب طيف التوحد. فكان بالنسبة لي إنجاز كبير إن أنا حققته، إن أساس إن أنا أخدم وأساعد ولدي، خصوصاً إن الخيارات المتاحة للتعليم في البحرين أكثرها للتوحد تكون خاصة في المراكز، تأخذ بشكل شهري مبالغ كبيرة على متوسط الدخل اللي إحنا موجود عندنا، أو حتى متوسط الدخل عندنا هنا في المملكة بشكل عام. فإحنا نطالب إن يكون في مراكز ومدارس بشكل أكبر تحتوي كل أطفالنا وشبابنا التوحديين. إحنا نقدر الجهود المبذولة في المستشفيات الحكومية، ولكن إلى الآن أطفالنا ما لهم أولوية. توفير الشغلات اللي تساعد على فحصهم بطريقة أفضل بطريقة أسهل حق الوالدين. يعني مشاهدينا مثل ما شفنا في التقرير قبل شوي، شفنا حازم انه فعلا في طفل من ذوي التوحد. نعم. يمكن اول كلمه نطقها او اول ما قال ماما قالها في عمر 5 سنوات، فالام فتره طويله صراحه، صح؟ فالام يعني قاعد تحاول تدخله مراكز تاهيل او يعني مراكز معينه عشان الطفل يكتسب مهارات او يكتسب تعليم خاص. فاحنا نقول يعني الله يعطيها الصحة والعافية. أكيد الله يعطيها الصحة والعافية، وإحنا أتوقع كل أم يعني تبي تشوف ولدها أحسن ولد، وتحاول بكل إمكانياتها بقدراتها إن هي تربي ولدها بالطريقة الصحيحة، واللي عندهم أو يعانون من اضطراب ذوي التوحد حالهم حال غيرهم. أكيد، وترسخ له كل الأمور اللي يحتاج. فئة من فئات المجتمع. أكيد بلا شك. يعني مشاهدينا حديثنا أكيد معكم بيستمر مع أكيد مصابين بالتوحد، مع ضيوفنا في الاستديو الدكتورة فاطمة مرهون رئيسة جلسة التوعية والثقافة بجمعية التوحديين البحرينية، وأمل المالود ناشطة في مجال التوعية وأم لطفل مصاب بذوي التوحد. يا هلا يا مرحبا فيكم، نورتونا. الله ينور. بس عليكم بالخير والنور والسرور. راح نبتدي معاش طبعا دكتورة فاطمة، خلينا نتكلم عن الاشتراطات في البداية اللي تتطلبها المدارس أو مراكز التأهيل على أساس ينضمون لها، خاصة اللي يعانون من اضطراب ذوي التوحد. في البداية أمسي عليكم بالخير وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة لتسليط الضوء على موضوع تأهيل ذوي التوحد وتعليمهم. طبعاً هذا الموضوع ينقسم إلى شقين، الشق الأول هو التدخل المبكر والتأهيل، والشق الثاني هو حق التعليم أي ارتقاء السلم التعليمي. فمن ناحية الاشتراطات، طبعاً لدينا 4 مراكز في مملكة البحرين مدعومة بالكامل من وزارة الشؤون الاجتماعية. هذه مراكز تأهيلية. تأهيلية وليس تعليمية. وتقدم تقدم تدخل مبكر. نعم، خلينا نعرف التعليم أول شيء. بالنسبة إلى التعليم، طبعاً هذه المظلة تكون تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، والحمد لله رب العالمين مملكة البحرين رائدة في مجال التعليم. صحيح. وافتتحت صفوف للتوحد في أغلب المدارس. نعم. وأتت بآلية وخلنا نقول مختصين في هذا المجال ومناهج خاصة لدمجهم مع أقرانهم في المجال التعليمي. نعم. طبعاً لدينا الكثير من التجارب الناجحة، ولكن هنالك بعض التحديات وبعض العقبات في الناحية التعليمية من ناحية ذوي التوحد.
أوكي. أكيد. بنتقل للشهيد أم خالد في هالموضوع، يعني كونك أنت أم أيضاً لشخص مصاب بذوي التوحد أو اضطراب التوحد، شنو التحديات اللي واجهتك أو كلمين عن تجربتك في مجال التعليم بالتحديد، شو نعم. كانت هذه التجربة؟ أولاً شكراً جزيلاً لتلفزيون البحرين والقائمين عليه. طبعاً بالنسبة حق التعليم هو شيء مرحلة أساسية في حياة أي شخص، ولكن لما نتكلم عن شخص من ذوي التوحد التعليم له خاص، الأساليب اللي التعليمية غير، الطاقم التعليمي غير. فإحنا لما نتكلم عن خبرة، عن ناس يعني تكون عندهم مثل ما تقولين يعني باع طويل في الموضوع هاي، على أساس أنهم يقدرون يقدمون التعليم بشكل أفضل، خاصة أن عيالنا أذكياء بالنظرة بالحس بالصوت بالإشارة يفهمون أنت شنو تقولين لهم، ولكن عندهم صعوبة في توصيل أو التعبير عن فيما داخلهم أو حتى عن التعليم. ففي البداية حصلت صعوبات لأن أصلاً التشخيص كان يعني مختلف، ما كان توحد، كان إعاقة عقلية. للأسف الشديد التوحد دائماً يعني لازم يعني يشملونه مع الإعاقة العقلية، وإحنا نقول لا، لأن التوحد مستويات مختلفة، أكثر من 66 حالة مختلفة، ولو تبين طفلين مختلفين عن بعض. صحيح. فالتعليم يحتاج لهم أكثر، يكون يعني مثل ما تقولين طريقة متخصصة. نعم. وهم المراكز تكون يعني متخصصة، ولكن يعني التعليم عندنا حق فئة معينة لحد سن معين، يعني مثلاً ليه 13 سنة أو 16 سنة. زين بعد 16 بعد 13-16 ما في تعليم؟ ما في، يعني الحين خالد 22 سنة قاعد في البيت، ما في مرحلة تأهيلية ممكن تقبل هذا السن؟ للأسف الشديد. ولكن لو نتكلم عن أنه هو كان عنده لنا مراحل تعليمية في البحرين وخارجها بحكم علاجه، فكان هو في مركز في الأردن في إيواء، وأنا اتخذت القرار هذا عشانه، عشان تعليمه أبي يتطور. فكان هو موجود هناك المركز، هو إيواء، يقعد الولد فيه يتعلم، يتأهل، يتعلم أساليب الحياة. زين النتيجة 80% يعني تطورت حالته، بس يوم رجع البحرين لأن إحنا ما عندنا مركز، يحتاج مواصلة. نعم نعم، لأن هو التوحد مو شيء يعني فترة ويروح، طبعا هو يتم طول العمر. فإذا ما كان في اهتمام تعليمي مهني تأهيلي ترفيهي انت كسر حالك. زين دكتورة فاطمة، مثل ما ذكرت من خالد يعني ذوي التوحد يتشخصون إلى 66 فئة أو 66 حالة أو مستوى. نعم. متدرج على حسب الحالة. أكيد في حالات معينة يمكن نقدر نقول إن هي ما التحقت في السلم التعليمي، عدد هذه الحالات؟ في الحقيقة معايير القبول في النظام التعليمي في مملكة البحرين يواجه الكثير من التحديات والصعوبات. للأسف الشديد الكثير من الحالات تأتي لنا كجمعية التوحدين البحرينية، قبلت بالرفض وعدم القبول للانخراط في السلك التعليمي الحكومي. نعم. فيضطرون الأهالي حزتها أن يلجؤون إلى التعليم الخاص، لأن في النهاية التعليم هو ليس مقاس واحد لكي يشمل الجميع، بل هو بحاجة إلى التكيف مع احتياجات جميع الفئات ليشملهم جميعا، يعني ويحصلوا على حق التعليم. في يعني أقدر أقول أن 20% فقط من الحالات اللي وردتنا تم قبولها في المدارس. 20% من الحالات اللي وردتكم. نعم. تم قبولها في المدارس. فلا زال عندنا الشريحة الكبرى من دون تعليم، من غير تعليم للأسف. يمكن دكتورة خلينا أسألك، أنت ذكرتي عن 20% وهي نسبة مو قليلة لكن أبدا مو كثيرة بالنسبة حق العدد الإجمالي والعدد الكبير. بالنسبة حق الأشخاص اللي عندهم شهادات سواء كانت ابتدائية إعدادية ثانوية أو جامعية، كم تبلغ نسبتهم؟ طبعاً هذه النسب هي تقديرية نظراً لاختلاط حالات التوحد ببعض خلنا نقول الاضطرابات الأخرى المتداخلة. فحسب إحصائية الشؤون الاجتماعية بلغ عدد المصابين بالتوحد في 2020 2500 حالة. فمن هذيل 2500 حالة عندنا مختلف الأعمار ومختلف الفئات. فنقدر نقول تقريباً بالنسبة أن 70% منهم ما حصلوا على تعليم، واللي حصلوا على تعليم لا زالوا في انتظار يعني خلينا نقول فرص للتعليم العالي أو حتى وظائف مستمر. نعم. في مدرسة خاصة حكومية لهذه الفئة دكتورة؟ للأسف إحنا ما عندنا مدرسة وحيدة خاصة بذوي التوحد
في مملكة البحرين، وهذه من الأشياء اللي إحنا نتمنى أن نشوفها على أرض الواقع تتحقق إن شاء الله في مملكة البحرين. زين أم خالد، يعني بحكم تجربتك أكيد كسبتي خبرة كبيرة، يعطيك الصحة والعافية. ومثل ما قلنا في بداية اللقاء، أنا وإيمان الأم تطمح دائما أن تشوف ولدها أحسن واحد في الدنيا، وتساعد بكل الطرق وكل ما أوتت من قوة على أساس تشوف ولدها هو في الأفضل المستوى. أكيد. وجهة نظرك ورأيك الشخصي شلون ممكن أن إحنا نجد حلول لهذه الفئة بالتحديد من أجل تعليم مستمر له؟ نعم، هو الـ القرارات إحنا مجرد آراء كأولياء أمور، ولكن نعم. القرارات راجع حق الجهات العليا، وهم إحنا نقول البحرين اللهم لك الحمد. احنا لو يعني الشيء اللي احنا وصلنا له، ترى ما وصلنا له احنا بروحنا، ترى هالارض الطيبه، الجهود، في جهود مبذوله خلتنا احنا نصير ناشطين، مو بس في البحرين، احنا نمثل ترى البحرين داخل وخارجها، فاحنا نفتخر ان احنا عندنا اشخاص من ذوي التوحد ونقدر نوصل رسالتهم. فاحنا لما نتكلم عن التعليم نحتاج حق خطه واقعيه، خطة تكون مستمرة وهم تكون يعني موجودة على الواقع، بحيث أنه يكون في مركز تعليمي، وهذا الشيء يعني ما أعتقدنا هو شيء صعب، وإن شاء الله بإذن الله راح يتحقق في ظل جلالة الملك حمد. إحنا راح نحصل هذه الأشياء، ولكن إحنا يعني باسمي وباسم كل أهالي اللي عندهم الأطفال من ذوي التوحد نقول إن إحنا نطالب بمراكز تكون تعليمية مخصصة حق التوحد. ليش؟ لأن البيئة بعد يعني تأثر عليهم. صحيح. التعليم لما بي لازم بعد البيئة تكون مهيئة، الطاقم التعليمي يكون مهيئ، الأجهزة والأدوات التعليمية لازم تكون مهيئة، في احتياجات خاصة لهذه الفئة. نعم. وغير كذي أن هم مراكز تكون إيواء للحالات الصعبة. لكن هاي الشيء خليني أسألك. نعم. خالد، تفضل. تجربتك مع يمكن المراكز في مملكة البحرين. نعم. مراكز التأهيل أو حتى المدارس، سواء أنت يمكن ذكرتي قبل شوي قلتي يعني ولدك الله يحفظه كان يدرس برا على البحرين. نعم. دخلتي في مركز إيواء. نعم. هل كانت التجربة داخل مملكة البحرين لما هو كان في عمر صغير؟ اي نعم. وشو طبعًا. كانت هذه التجربة معنا؟ طبعا التجربة كانت جدا ممتازة، التجربة اللي هي من عمره 4 سنوات ابتدى أول شيء معهد الأمل ككون شخص أنه عنده إعاقة عقلية، ولكن بعدين انتقل إلى مركز عالية، تم في مركز عالية تقريباً 4 سنوات تطور وتحسن، وبالعكس النظام اللي عندهم في مركز عالية نظام أمريكي، يعني اللغة اللي يستخدمون لغة إنجليزية، فهذه نمى عنده أنه هو سهل عليه تعلم العربي والإنجليزي، العربي في البيت والإنجليزي في المركز، وهذا الشيء يعني عطى مثل ما تقول قاعدة. الحين يوم خذ يعني تم في الأردن 6 سنين، رجع مرة ثانية في مركز عالية سنة، ولكن هذه السنة أثرت عليه وايد، لدرجة أنه لليوم أقول له ماما أنت في أي مدرسة؟ يقول لي أنا جامعي. أقول له في أي مدرسة؟ يقول لي مركز عالية. شوف الولاء اللي عندهم، وهم يعني مثل ما تقول خبرتهم بسيطة أو على قد حالهم، لكن عندهم يبون يتطورون يتعلمون. في أهالي عندهم القدرة أنهم يعلمون عيالهم ويساعدونهم. صح. وفي أهالي يمكن البيئة، يمكن الحالة الاجتماعية، الحالة المادية بعد، فيعني صعبة ويحتاجون حق إيواء. الأم بروحها ما بتقدر تشيل الولد، خاصة إذا وصل مرحلة شباب 22 سنة 30 سنة 35 سنة، محتاج أحد يسانده، يحتاج. صحيح. خاصة إذا كان يعني كانت الأم ولا الأبو، إحنا نتكلم بشكل عام. بشكل عام يمكن يكون موظف، يكون طالب، يكون عنده التزامات ثانية، وما في أحد ما عنده التزامات، كلنا عندنا التزامات، ولكن التزام التعليم أنا أقول رغم واحد. أكيد أكيد. دكتورة فاطمة، بنرجع شوية حق النسبة اللي ذكرتيها، 20% فقط من فئة ذوي التوحد اللي هم التحقوا بالسلك التعليمي. وجهة نظرك دكتورة كخبرتك واسعة، شنو الحلول على أساس نقلل هذه النسبة؟ نسبة كبيرة طبعاً. 20% هي نسبة يشار إليها بالبنان، لأن كان نتاجها تميز وجودتها جداً عالية، فإحنا بحاجة إلى المحافظة على هذا المكتسب والتوسع أيضاً، وإعطاء باقي الشريحة الكبرى من ذوي التوحد
فرصة الارتقاء بالسلم التعليمي. فنحن بحاجة إلى زيادة مقاعد التوحدين في جميع المدارس. نحن بحاجة إلى فتح صفوف جديدة في المراحل العليا كمرحلة الثانوية العامة. نحن بحاجة إلى مقاعد جامعية لمن لديه القدرة على الانخراط في التعليم الجامعي. نحن بحاجة أيضا إلى وظائف. ممكن الطالب ينتظر سنوات على أساس الالتحاق في المدرسة؟ نعم، في حالات عندي كانت يعني توصلنا عن طريق الجمعية أن ينتظرون بالعام والعامين فقط ليتم خلنا نقول تقييمهم عند وزارة التربية والتعليم، ولكي يحصلوا على تسكين وتمكين لصفوف التوحد. فنحن بحاجة أيضا إلى زيادة القدرة الاستيعابية في المدارس أو في المدارس. طبعا الحديث راح يطول في هالموضوع أكثر ونرجع لكم، لكن خلونا مشاهدينا نقطع هذا الفاصل بعدها نرجع نستكمل موضوع حلقتنا لليوم. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، واكيد بنستكمل حديثنا في موضوع حلقتنا اليوم. نرجع للدكتورة فاطمة. دكتورة نسمة، عرفنا اليوم يوجد ما يقارب 25 مركز تأهيلي ومركز خاص. خلينا نتكلم عن كم نسبة التكلفة المادية تتراوح من كم إلى كم؟ في الحقيقة لما نتكلم عن المراكز التأهيلية احنا قاعدين نتكلم عن تكلفة تخص طفل التوحد، وهي تكلفة غالية نسبيا مقارنة ببقية الاختلافات او الاضطرابات الاخرى. ما يعادل تقريبا خلنا نقول يعني كبداية اقل سعر ممكن نحصله في المراكز الخاصة هو 350 في الشهر الواحد. بس هذا المبلغ تصاعدي مع خلنا نقول تصاعد العمر وتغير الاحتياجات. اقصى مبلغ نتكلم عنه هو عبارة عن 1500 تقريبا ايضا في الشهر، وهو مبلغ مرهق جدا للكثير من الاسر. اتوقع يعني الاغلبية ما قدر يتحمله، يعني كل ما الطفل يكبر المبلغ يزيد لانه يوصل مستوى ثاني مرحلة جديدة. صح، واحيانا قد ما ينتظر هذا المبلغ الطفل يكبر، احيانا احتياجاته تكون متداخله فيحتاج تكامل الكثير من الاخصائيين وكثير من الجلسات الفرديه. على سبيل المثال اخصائي تخاطب، اخصائي علاج وظيفي، اخصائي تربيه خاصه، التعليم، بالاضافه الى العلاج المعرفي السلوكي والعلاج السلوكي التحليلي. فهذا الفريق المتكامل اللي يعمل على برنامج نهاري للطفل، كل ما زادت احتياجات الطفل وتحدياته كل ما تغير المبلغ تصاعديا. نعم، إذن ننتقل طبعا الى يعني موضوع ايضا مهم بجانب التعليم. لابد ان يعني الاطفال يقضون وقتهم من بعد فتره المدرسه، يقضون وقتهم في الانديه، المراكز الشبابية مثل باقي الشباب، الأنشطة، لعب، نعم، يلعب كورة في الفريج. أيضا محتاجين إلى رعاية في هذا المجال. نعم، هل في يعني أماكن مخصصة أو أندية مخصصة للأطفال من فئة ذوي التوحد؟
هو مكان مخصص يعني كتوحد مثل ما قلنا انه يحتاج حق بيئه مناسبه، فهذا الشيء يعني نقول احنا ان شاء الله يتواجد يا رب العالمين على ارض الواقع. ولكن احنا كاهل نفرض نفسنا، نفرض عيالنا ان نوديهم المراكز او نوديهم الاماكن الترفيهيه، وحتى يعني للامانه في حتى اماكن ترفيهيه خاصه تكون في مجمعات للامانه متعاونه مع عيالنا، يعني حتى تكلفه الالعاب مجانا على اساس انها حالتهم. ولكن هم احنا نحتاج حق مركز ترفيهي لان الحالات صعبه، ترفيهي تاهيلي في نفس الوقت. نعم، وترفيهي بعد يكون من جانب السلامه. السلامه صح. يكون يعني المكان امن حقهم، لان انا ممكن ولدي يروح الطابق الثاني او اي طفل عنده توحد ممكن حالته صعبه يروح فوق ويقط روحه من فوق لتحت، او يود اسلاك كهربائيه، او يعصب ويقط روحه في مكان يكون يعني مجهز يكون. نعم، فاذا يكون مجهز ويكون مناسب، لان التوحد ممكن يكون عنده وسواس قهري، ممكن يكون صحيح. عنده نوبات صرع، ممكن يكون اعاقه عقليه شديده وهم اعاقات اخرى، فهذين كلهم يحتاجون حق مكان يكون مهيئ ترفيهي على اساس انه لو دخلوا الاهالي بعد تكون مرتاحه ان عيالنا داشين في امان، بيلعبون وبيطلعون بامان. في ناس مؤهله، لان للاسف الشديد احنا بعد نحتاج حق وعي اكثر، يعني احنا الاهالي قاعد نفرض روحنا، قاعد نروح الاماكن الترفيهيه وقاعد يعني نوصل رساله عيالنا نوعيهم. بس اتوقع اولياء الامور مو كفايه. طبعا يمكن تواجهين بعض الصعوبات لما تخلينه يروح يلعب معه في مكان ما يكون مهيئ له. طبعا. او يمكن لما يعني يكون في اطفال معاه ما يعرفوا شلون يتصرفون معاه، نفس ما ذكرتي ممكن عندهم اضطرابات ثانيه ممكن تاثر على حتى سلامه الاطفال. نعم أخر. والعمر العمر الحقيقي غير عن العمر العقلي. صحيح. يعني يجي مثلا عمره فوق العشرين سنه بس هو عمره ترى سنه ونص سنتين او ثلاث سنوات اربع سنوات، هاي شلون تتعاملين وياه؟ هل انت بترضين الولد اللي عنده توحد ولا الاطفال الاخرين؟ فانت تكونين في يعني مثل ما تقولين حيره، ان هذا اللي يحتاجون انهم يلعبون، ولكن ذلين بعد يحتاج جزء من المجتمع. اكيد. زين دكتور، انا انتقل معاكم الى الخدمات الصحيه اللي هي الاهم اتوقع في من ضمن الخدمات اللي يحتاجونها ذوي التوحد. حاله التشخيص او تشخيص الاضطراب ذوي التوحد اتوقع هو الاهم، فشنو الخدمات اللي يوفرونها لهذه الفئه بالتحديد من الخدمات الصحيه؟ طبعا اضطراب طيف التوحد هو اضطراب متميز للغايه. نعم. المتميز فيه انك ممكن يبدع لك في شيء معين. طبعًا. يركز فيه غيره ما يقدر، خاصه الرياضيات مثلا او الرسم. هنالك نقطة تميز يمكن الكثير من حولنا ما يدركونها أو غير واعين فيها إلى أن تصبح لديهم حالة توحد أو يعني يتقربون من حالة توحد. المتميز في اضطراب طيف التوحد أنه يشخص طبياً، ولكنه من بعد التشخيص كثير من الحالات لا تحتاج إلى رعاية طبية مكثفة، وإنما هي تحتاج إلى دمج وتأهيل وتدخل مبكر، وهو ما لا تجده أنت في يعني المستشفيات، تجده في أماكن أخرى. فنقطة الانطلاق نقطة الانطلاق هي التشخيص في وحدة الأطفال والناشئة أو عند الفرق الطبية المتخصصة، ولكن مرحلة خلنا نقول المانجمنت أو التأهيل تعطى في أماكن أخرى، ولكن التشخيص هو نقطة الانطلاق. من دون تشخيص رسمي لا يمكن تقديم أي مساعدة لهذا الطفل أو هذا الشخص المصاب باضطراب طيف التوحد. التشخيص هو المفتاح الذي يؤهله للحصول على الكثير من الخدمات والتدخل المبكر ولكي يحصل على أفضل النتائج. كل ما كان التشخيص مبكر وكل ما كان التدخل أيضا مبكر حصلنا على أفضل النتائج على المدى البعيد. في علاجات جديدة أتوقع. صح، سمعنا عنها يمكن كثير اللي هي علاجات بالدم، أو يمكن حتى علاجات كثير احنا قاعد نسمع اكسجين بعد فيه. صح. والدايت والحميه نعم الخليه من جيلاتين طبعا موضوع العلاجات هو موضوع مثل ما نقول محوري جدا ومفصلي في موضوع اضطراب طيف التوحد، ولكن الاجابه دائما في 2021 التوحد هو اضطراب وليس مرض، فهو يتم التعامل معه والتكيف معه، تسليحه بالأدوات الحياتية والاستقلالية، التعليم، التأهيل والتدخل المبكر. أما مسألة الشفاء التام إحنا حالياً ما قاعدين ننظر لها،
لا يوجد في 2021 علاج شافي يعكس الحالة تماماً ويحولها إلى خلنا نقول شخص طبيعي تماماً. لذلك الحل هو التقبل، قبول الاختلاف والدمج الحقيقي يعني والكلي. يحتاج في أغلبية أو نادراً ما تحتاج إلى علاج دوائي؟ العلاج الدوائي طبعاً يتم تفعيله إذا كانت الحالة توحد غير نقي، أي هنالك اضطرابات نفسية أو نمائية أخرى متداخلة فوق التوحد تحتاج إلى وجود العلاج الدوائي. على سبيل المثال مثل ما تفضلت الأخت أم خالد، الوسواس القهري، بعضهم يصابون بالاكتئاب، بعضهم يكون عندهم فرط النشاط والتشتت، فهذه الاضطرابات الأخرى تحتاج إلى علاج دوائي في بعض الأحيان، يعتمد على الحالة وعلى التحديات. لازم هناك يكون تشخيص. أكيد بنتقل لك أم خالد في ختام الحلقة، أكيد عندك رسالة توجهينها حق كل أم قاعدة تشوفنا الحين وعندها طفل مصاب بذوي التوحد. نعم. فشنو الرسالة اللي توجهينها لها؟ نعم، أنا أقول حق كل أم وكل أهل عندهم شخص من ذوي التوحد، التقبل ثم التقبل ثم التقبل، لأن الطفل راح يتحسن ويتطور لما يكون في دعم إيجابي من أول شيء الأهل، هم الأساس. لما الأساس يكون قوي يوصل عمره 20-30 الصعوبات بتستمر، لكن هو إيمانه، هو ثقته بنفسه، شخصيته لما يطلع ويبتسم ويقول أنا بطل ويقول أنا بحريني، صح، بالرغم من الصعوبات، بالرغم من الأدوية، بالرغم من الألم اللي هو يعيشه والأهل، إلا أن الأمل بالله موجود. وأنت أيضا بطلة يا أم خالد صراحة، يعطيك الصحة والعافية. أنا ودي أرفع لك العقال صراحة، مجهود كبير بذلت مع خالد، الله يحفظها لك ويخليه، وإن شاء الله تشوفينا في أفضل الأماكن والمراكز يا رب، ومنيات إن شاء الله لك بالتوفيق والنجاح. مثال للمرأة البحرينية المجتهدة وللأم الحريصة على أبنائها. أكيد. شكرا لك على تواجدك معنا دكتورة فاطمة، شكرا لك على تواجدك معنا، شرفنا اليوم بحضوركم، ونيات إن شاء الله لكم بالتوفيق والنجاح، وتوفيق النجاح أيضا لجميع يعني من يعانون من اضطراب ذوي التوحد. بالحقيقة نحن أيضا نقدم لكم الشكر الجزيل على هذه الاستضافة، ونتمنى أن هذه المبادرات تستمر ونستمر في إيصال رسائل التوحد وصوت مجتمع التوحد لجميع أفراد المجتمع. بلا شك، يعطيكم العافية، شكراً لحضوركم. طبعاً نرجع نأكد بأن حق التعليم وحق الرعاية الصحية مكفول لجميع المواطنين ضمن دستور مملكة البحرين، ولله الحمد. وإن شاء الله من خلال هذه الحلقة رسالتنا وصوتنا ومناشداتنا توصل، يعني ذوي اضطراب التوحد هم جزء لا يجزأ من مجتمعنا، هم عيال الديرة وعيالنا، نتمس النظر بموضوع المصابين باضطراب طيف التوحد من أجل مستقبل أفضل وواعد لهم. وأكيد ننتقل معاكم الحين للفقرة الثانية، لكن بعد شوي. عاد لكم متابعينا، مع انتشار مراكز التجميل وتعددها وتنوع أسعارها صار في إقبال أكثر عليها من قبل النساء وأيضا من البعض من المراهقين اللي أبدوا رغبتهم الملحة على والدينهم للجوء إلى عمليات وإجراءات تجميلية. ومن خلال حلقتنا راح نبحث عن سبب الاهتمام الكبير بالتجميل، وهل أصبح التجميل ضرورة أو هوس أو أسلوب حياة. طبعا حازم، يعني خلينا نقول بين ضد التجميل واللجوء له وقت الضروره تنضم معانا اكيد
زميلتنا الإعلامية والنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي عبير مفتاح، ومعنا الطرف الآخر المؤيد للتجميل ولكن غير المبالغ فيه. تنضم معنا الفنانة مروة خليل. يا هلا ويا مرحبا فيكم، منورتونا. يا هلا في، هلا ومرحبا فيكم. موضوع حلقتنا اليوم شوية نار شائك، نار وشرار بين ضد. عبير مو متعودة عليك ضيفة صراحة. لا كلش زميلة يعني تقعدين يمك بالضبط. بس نتشرف فيكم بالعكس. طبعا اليوم راح نتناقش عن موضوع جدا مهم، وبالذات خلال هالفتره مع مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. والسوشيال ميديا صار هالموضوع يمكن ياثر على كثير من المراهقين او الفتيات وحتى الرجال. حازم ترى حتى الرجال يسوون تجميل. صح. اكيد راح ابتدي وياك مروه. اليوم نشوف كثير لجاء حق التجميل الجراحي والغير جراحي. بالنسبه لك شنو الدوافع اللي دفعتك انك تجين للتجميل؟ انا ضد التجميل. ضد عشان يصير ترند. عشان يصير ترند تعرفي شلون ضد وانتي حاطه كل شيء بالسوشيال ميديا عشان يركبون بعدين يعني عندك ما شاء الله شفافيه عاليه مع متابعينك. هاي حق ضميري انا، عشان انا ضميري يكون مرتاح. المصداقيه انا عندي اهم شيء. والدافع اللي خلاني انا اسويه، انا هاي الشيء ذكرته من قبل، ان التجميل فيه له شقين. في لمن والى اللي الواحد يغير خلقته، وفي الشق الثاني اللي انا مع هالشق اللي انت تعدلين. شوفي ما في انسان ينولد كامل، ما في انسان كامل. صحيح. وكلنا نشوف اللي عند غيرنا حلو وما يعجبك انت اللي فيك، وغيرك يعجبه اللي فيك انت. فانا في اشياء خلينا نقول ما كانت تعجبني زين، فانا عدلت، انا ما غيرت، انا عدلت، انا سويت رتوش. والاشياء الضروريه اللي انا سويتها واللي انا دائما اشجع البنات يسوونها، ان انت تحافظين على شكلك. الانسان يحافظ على شكله. صح. لان احنا قاعدين نكبر، وغير دي الجاذبيه الارضيه، هالمعلومه يمكن ما حد يعرفها وانا ما ذكرتها، الجاذبيه الارضيه مع مرور الزمن ومع الكبر الوجه ينسحب، خصوصا البنت بعد العمر 30 يبتدي وجهها يضعف ويضعف ويضعف، وهاي اللي انا قاعد يصير فيني. يمكن مروه مقطع كلامك الا بالخير، ذكرتي شغله ان انت تنقلين يمكن حق المتابعين لك بالسوشيال ميديا وحق جمهورك، ان انت بكل مصداقيه وشفافيه تنقلين لهم، ومع التجميل الجراحي خلينا نقول في الاشياء البسيطه مو المبالغ فيها ولا طبعاً. تغيير من خلقه الله اكيد، لكن ما تحسين ممكن يكون في فتيات ممكن يتابعونك، بنات صغار في السن ياخذون هالشيء انا لازم اسويه، يمكن هي ما تحتاج فيه بس انا لازم اسويه. نفس ما الفنانه مروه سوت، ابغى اسوي انا كذي. وهاي شيء غلط. هاي شيء لازم يكون مزروع في البيت من اولياء الامور، يكون في وعي. يعني انا ام. صح. انا عندي عيال. زمننا الحين زمن اليهال وجيل الحين غير زمننا احنا قبل وغير جيلنا احنا قبل. ترى احنا قبل ما كان في شيء اسمه تجميل، او اللي يسافر يسوي تجميل ويرجع هاي الشيء واو، انه شيء غريب انه سوت وفعلت، معنا شيء بسيط. هاي شيء يكون وعي من البيت. شلون الام تربي عيالها، شلون الابو يربي عياله، شلون يعلمونهم ان ها انتم توصلون لسن معين بعدين اذا احتجتوا تسوون هاي الشيء. مو بحق اليهال، ناس ما احنا كانوا يعلمونا واحنا صغار ان لا ما تحطين مكياج، ما تحطين حمره، ترى عيب. حتى حواجبنا ما تحفون، متى احنا حفينا؟ انا لما تزوجت مكياج ما كنا نحط. فهاي الشيء شوفي قبل غير، الحين شوفي الحين شوفي كم عمرها تبتدي تحط مكياج. ماما اشتري لي حمره. في امور التجميل اكثر منه بعد. بالضبط. صح. يعني هذه هاي الشغله الوعي من البيت. انزين ممكن في ناس يقولون ان هي قاعده تقول وعي وبنتها سوت عمليه. أنا بنتي سوت عملية تكميم مش تجميل. تكميم اللي هو أنا أعتبره عملية علاجية خصوصاً مو تجميلية. مو تجميلية. زين على أساس بس نعطي الرأي الآخر فرصة اللي هو التجميل. اللي هو المعارض معارض التجميل. عبير أنت يعني بالرغم من أن يمكن الانتشار الواسع اللي صار لعمليات التجميل ومثل ما قالت الفنانة مروة في تقبل حتى عند أولياء الأمور، تقبل عند المجتمع. صح. اللي صح. ما حرك شيء في رايك؟ والله شوف للأمانة حرك وتأثرت. وقلت خلنا أجرب، بس بعدين قلت هذا الشيء أنا حاليا كعبير كشكلي الحالي مو بمأثر لا على نفسيتي ولا على مسيرتي المهنية ولا على أي شيء، ولا قاعد يجيني تعليق سلبي مثلا على شكلي، لا لازم هذه المذيعة تغير شكلها أو ذي، لا لا.
يمكن صدق يمكن يقولون تطلعين على الشاشة يمكن لازم تغيرين شكلك أو يمكن بعض الرتوش، بس أنت ما شاء الله عليك ما تأثرتي من هالأمور. لا للأمانة لا، ما أقول لك نفسيا ممكن، وساعات أخذ قرارات سريعة إن لا بكلم دكتور وخلاص بتواصل معه. تأثرتي يعني وخذتي خطوات؟ خذيت خطوات لغاية المكالمة، غير المكالمة ما سويت صراحة ولا رحت للأمانة. شو السبب؟ شو اللي خليك تتراجعين؟ اللي خليني أتراجع أول شيء إن أنا متقبلة نفسي مثل ما أنا. الناس اللي حواليني دائما كلام الناس اللي حوالينك لما يكون إيجابي خلاص ما تحتاج إن أنت تتأثر بأي، يعني أوكي في دائرة دائما حولنا أهلنا ربعنا الناس اللي يحبونا، أوكي شايفين إن مثلا إيمان جميلة فخلاص إيمان أنا ما يخصني برأي أي شخص برا هذه الدائرة. فبما أن أنا أشوف نفسي حلوة والناس اللي حوالين شايفيني حلوة خلاص جميلة ما شاء الله حبيبتي تسلمين. فبالعكس يعني هذا الشيء اللي خليني أتراجع، غير أن أنا يعني شو أقول لك حازم، قناعة شخصية أن أنا شايفة أن رب العالمين خلقني في هذه الصورة وأنا حابة ومقتنعة بهذه الصورة. بس ما تغيرها، يمكن مع مرور الوقت قناعاتك تتغير. شوفي لأن المرة اللي هي تغيرت في فترة من الفترات أنا أحس هي على المزاج ترى تتغير معين عمر معين تقول والله بحتاج أسوي إبرة شوية تجميل شوية. البيئة مثل ما قالت هذه اهتمام، هذه بالنسبة لي رتوش اهتمام، بس يعني أنا مع التعديل بس مو مع التغيير. يعني إن أنا أغير من شكلي بدرجة إن الناس ما تعرفني، لا أنا شنو بالنسبة لك التجميل؟ يعني أنت حين قلتي التغيير بس يعني التعديل مو بالتغيير بالضبط، شنو مفهومك حق عملية يعني التجميل؟ مثلا أنا مفهومي إنه أوكي أنا حين مثلا عمري شيء وثلاثين سنة، العمر كله ليش شيء وثلاثين؟ 35 سنة العمر كله إنزين. فأحس إن أنا بعد بعطي نفسي كم سنة قدام، إذا حسيت إن أنا محتاجة مثلا فيلر أو بوتوكس بسوي، ما أقول لكم لا ما راح أسوي لأن دائما الواحد يحب يشوف روحه في أجمل صورة. صح بالضبط، بس إن أنا ألجأ للجراحة لا، هذه أنا ضدها للأمانة لأن الجراحة فيها تغيير. خلنا نروح نتعرف على كلمة جديدة كذي من اللهجة البحرينية ونعرفكم عليها. أي. نشوف كلمة لهجة من الكلمات الجميلة البحرينية. والزمن الجميل اللي راح يعرفها علينا حمد الشملان في فقرة سؤال على الطائر. نتعرف معاكم على كلمة جديدة وكلمة هالأسبوع وأكيد لنا عودة وبنتكلم أكثر وأكثر عن موضوع التجميل. خلنا نشوف. شنو يعني سريدة؟ سريدة؟ إيه. برد يعني؟ ها؟ صح؟ إيه صح. برد وايد. من وين جات ذي الكلمة؟ ما أدري بس هي أساساً يعني بحرينية بحتة، سريدة سريدة. نا برودة برودة. زين شلون عرفتي ذي الكلمة؟ تكلمون كذي كلام قديم في البيت والله؟ إيه. يعني على يوم أمي وجدتي الله يرحمها فدايماً كذي تتكلم يعني. سريدة ها مسعود. برد برد. معلومة قالت لك أم مسعود ما قصرت. إيه شراني ما تعرف. بلا أعرف شو ما أعرف. شنو عارف؟ تأكد ها؟ إيه يعني شو نقول أنا؟ إيه. إيه يعني سرسحني البر. سرسرني البر شيء هاللون. إيه صح عدل. تسولفون هاي الكلام في البيت للحين والله خلاص اختفى. لا هو مسعود يعني. مسعود. بس الصغار له. إحنا الكبار يعني إيه للحين أنا بيتنا شخصيا إيه للحين. يقولون سريدة للحين إذا يصير بر. عكس ذي الجو طبعا. ايه كل ساعة يقولون وايد سريد اليوم سريد يمكن رطوبة هاللون عكسها احنا هالايام الجو نحار كلش صح؟ السريدة عكس ذي الجو اللي احنا فيه برودة برودة وايد الحر يعني طقس البرد الشديد سريد نقول قبل البحر البرد الشديد البرد الشديد سريدة سريدة شنو البرد الشديد قول؟ سريدة تعرفها قبل؟ لا والله أنت وقعت ممكن الرطوبة هنا جوا رطوبة شنو يعني سريدة؟ سريدة؟ لا سريدة بحرف السي سريدة يعني شنو سريدة؟ ام علي أغش شوي يلا ألو يعني شنو سريدة؟ سريدة يعني الجو البارد كلش أوكي سريدة؟ إيه يريد يعني لا سريدة اللي يريد غير السريد اللي يريد نعرف السريدة شنو والله يا أخوي مو بيريد سريدة سريدة برودة يعني برودة وايد شنو يعني يوسف كلمة بحرينية وايد قديمة
سريده زمان طيبين يعني صدق، بس تحرجنا يا اخو. ايه ما اذكر فيها، ما قد سمعتها مني والله. مني خساره. خساره؟ ما اعرف والله. شيء له علاقه بالجو بالطقس. الطقس حار يعني خلاص. اترك الجو الحالي. اترك الجو الحالي. برد يعني؟ برد. بروده. بروده وايد. ايه ايه. يقول لك سريد الجو. ايه سريد. صح ذكرته. عرفت بالكلمة ذي؟ كلمة قديمة. أحد غششني. شنو؟ أحد غششني. لا لا. سريدة. يعني حكي أو لا. إنه يسرد لك قصة أو غير. حلو حلوة محاولتك، بس شيء لي علاقة بالطقس بالجو. سريدة. برد كثير. أيوة. ما شاء الله عليك. رجعنا لكم من جديد، واكيد نشكر الزميل حمد الشملان على احياء الكلمات البحرينيه القديمه. العافية الصراحه شملان. سؤال عطاير، كنت عارف ان كلمه سريده معناتها؟ انا فريق الاعداد غششني صراحه. مروه احنا خبرنا. توقعتك معناتها يعني السبره البرد القارس شلون هاي يعني انت تعرفينها؟ لا هي السبره مثل ما قالت مروه يعني يعني عارف المعنى متعارف عليها هي السبره بيننا يعني، بس سريده لا كانت جديده. يمكن هي الكلمه وايد قديمه، كلمه بحرينيه قديمه ممكن. وايد يمكن السبره احنا متعودين. بس حلو كذي نتعلم كلمه جديده وشيء جديد. والله يعطي العافيه الصراحه. يعطي العافيه ابو شبله. اي والله. يمكن نرجع لموضوع عمليات التجميل وهالموضوع، يعني يمكن اليوم ناخذ راحتنا فيه واحنا نسولف اكثر عن هالموضوع مع وضد وجهه نظر مختلفه. عبير نسمع، نعرف انه يمكن اليوم السوشيال ميديا في ناس يعني يمكن وصلوا مرحلة ما مثل ما يشوفون المشاهير في السوشيال ميديا، يشوفون يمكن البلوجرز وغيره عملية التجميل اللي يسوونها، اللبس اللي يلبسونه وغيره من هذه الامور يتاثرون، او يصير العكس، يمكن في اشخاص يمرون بمرحله من مراحل حياتهم في الطفوله للتنمر، فبالتالي اللي كبروا يلجؤون الى عمليات التجميل. بالضبط. صح صح. يعني شوفي هو السوشيال ميديا فتحت لنا باب اللي هو باب التنمر. يعني احنا دائما الشيء له سلبياته ولا ايجابياته، بس هو التنمر من مدرسه واحنا صغار صراحه موجود. بس تعرف في تنمر يعني على ايامنا على كان طفولي يعني شيء بسيط، الحين وصل التنمر الى ان الواحد يتنمر على الثاني على شكله، عرفت؟ فالموضوع صار خاصة إذا التركيز يعني ما شاء الله علينا، يعني عندنا إذا صار في كومنت سلبي فالكومنتات كلها تطلع سلبية على نفس الموضوع، فيبتدي البني آدم يعني يشك في نفسه، يبتدي يطالع نفسه في المنظر، هل فعلا أنا شكلي مو عادل؟ هل فعلا كلامهم صحيح؟ فيبتدي هو شيء غلط. بالضبط. يعني في بعض الـ يعني المواقف اللي تخلي الواحد اللي يقول أوكي أنا ما كنت ألاحظ ذي الشيء في نفسي، يعني انا ما كنت الاحظ مثلا ان انا عندي خطوط، ما كنت الاحظ مثلا ان عندي عين اكبر من عين او اي شيء. في ناس كانت متصالحه مع نفسها، بس التنمر خلاهم لا يبتدون يفكرون ان لا انا فعلا من التنمر تعليقات الناس قاعد احس فعلا ان في شيء غلط في شكلي، على جوانب اساسا هم كانوا يشوفونها عاديه. بالضبط. مع ان هالاشخاص المتنمرين اليوم بيتنمرون باكر هم مش موجودين اساسا. هذه بس فتره، بس ما يدرون ان الاثر اللي يتركونه في نفس اي شخص تنمروا عليه الى ممكن او الى اين ممكن يودي او يوصل له. مروه اكيد يعني في السوشيال ميديا بعد كونك فنانه تشوفي تنمر يمكن من قبل المتابعين، يمكن تشوفي بعض الفنانين بعد التجميل يكون في مبالغ فيه واحنا قاعد نشوفها في السوشيال ميديا. صح. فلما يتنمرون عليها الجمهور تقوم وتطلع وتطلع تصريحات يمكن غريبه وعجيبه، ولا تتنمرون وانا ما قلت لكم تابعوني، فهل مريتي بهالمواقف وشلون تشوفين اساسا يعني بين الفنانين وبين الجمهور موضوع التنمر على الشكل وعمليات التجميل؟ جميل. بقول لك كل انسان مشهور سواء كان فنان سواء كان مؤثر في السوشيال ميديا يتعرض للتنمر، اي شخصيه معروفه راح يتعرض لان ما في شخص الكل يتفق عليه. اكيد الكل يحبه. وغير دي انت بترضين مين ولا مين؟ شكلك بيعجب الكل؟ لا. هل بتعجبين هالفئه؟ بتعجبين ايه؟ بتعجبين بي؟ لا. هذه مثلا اقول لك مثلا عينك حلوه، هذه لا يبي لك شوي. في الاخير قناعه الانسان. انا ما همني راي احد. رضا النفس. انا شنو ابي؟ يعني انا لو بسوي وبتعدل وبفعل وبشق وبطق ابره وبصبغ شعري اسوي حق نفسي انا. انا اشوف انه شنو يناسبني، هم ما اواكب الموضه.
يعني مثلا لو طلعت موضه حاجب واحد في النص اروح اسوي مع الهبه بالعقل شعر وردي اسوي لا انا شنو يناسبني. في ناس وصلوا لمرحله ان شافوا فلانه سوت انزين انا اروح اسوي انزين انتي يناسبك فلانه عرضت انا اروح اشتري يعني كان قاعد يشترون السمك في البحر ما يصير. بس انا اتوقع يمكن اغلب توافقوني يمكن مروه وعبير في هالموضوع حتى حازم احنا اليوم لما نفتح السوشيال ميديا نشوف الشباب ونشوف البنات يتكلمون والله اليوم سويت فيلر والله اليوم حطيت ابره والله اليوم سويت عمليه تجميليه وكنا الموضوع جدا بسيط وعادي كنا فنادول كنا فنادول شيء طبيعي يعني بالضبط كانك شارب ماي بالضبط. فالناس اللي تتابع اللي خلف الشاشه في اعمار مختلفه في صح. مستويات فكريه تتأثر. مختلفه تتاثر والله صح. دام الابره وايد بسيطه وسهله انا بروح اسوي باكر وهاللون يخليهم ما يفكرون من الدكتور الشاطر او هل الماده تتناسب مع جسمهم بالضبط. او لا بالضبط. فهني يمكن يدور المؤثرين الفعليين في السوشيال ميديا يوصلون هذه النقطه عاد المؤثرين أكثر. الحقيقيين بالضبط صح بالضبط. المؤثرين صح. اللي فيه مصداقيه انزين انا هل ينفع انا اقوم اسوي مثلا عمليه جراحيه واختفي مثلا شهر واطلع عقب شهر حاطه فلتر متمكيجه انا طقيت ابره اسوي اعلان حق ابره يصير ما يصير. انت لازم يكون عندك مصداقيه يعني خلي يكون عندك ضمير مع الناس ترى هاي ارباح ما يصير انا اسوي شيء واعلن حق شيء ثاني صح. يعني هاي اللي احنا قاعدين نتعرض لها هالايام اللي ما في وعي انزين انت طلعي اوكي انت شرحي ان مثلا بتطقين فيلر ليش طقيتي فيلر بتطقين مثلا اوكي قولي ان انا طقيت هاي الماده في كذا خيارات في كذا نوع انزين شرحوا حق الناس ان شنو الفرق بين انواع الفيلر الانسان متى يحتاج الفيلر متى يحتاج بوتوكس ترى في ناس لحين ما تفرق بين البوتوكس بين الفيلر عشان كذي احنا نقول لازم يكون في استشاره عشان كذي احنا نقول بالضبط. في ناس مع عمليات التجميل وفي ناس ضد احنا دائما نقول اخذوا الشيء اللي يناسبكم ومو كل عمليه تجميل بالضبط. تكون مناسبه لكم يمكن عبير وضحت وجهه نظرها هي مو ضد لكن مو مع بعد في نفس الامور مروه بعد مو مع لكن بعد مو ضد في بعض الامور قالت التجميل يكون بسيط وما يغير في النهايه اتوقع عمليات التجميل وعالم التجميل بشكل عام مثل ما قالت لي المنفذه الله يعطيه الصحه والعافيه نور القاسم قالت لي كلمه جميله صراحه عالم الجمال نفس الإدمان إن جربت شيء ما تقدر توقف شيء يرى شيء صح خلاص شيء يرى شيء مو بس للمرأة حتى للرجل بس يعني في سبب شيء يرى شيء يعني أكيد بشكل عام أكيد إيه؟ يعني إحنا يعني. نقدر نقول يعني في ناس لحين تحس بالنقص فعشان كذي تواصل إحنا دائما نبحث عن الكمال الكمال مو في عيننا الكمال في عين الناس. الناس صح وهذه المشكلة يعطيكم الصحة يعني والعافية صراحة بختمها يعطيكم العافية وامنيات ان شاء الله لكم بالتوفيق وشاكرين لكم تواجدكم معنا جدا سعيد وتشرفنا بتواجدكم بس سعيدة جدا نورتي الظاهر تفاهمتوا قبل لا بغلطتكم انتم خليتونا احنا قاعدين نص ساعة مع بعض ما هذا اتفقنا وينا اتفقنا بالضبط احنا كنا ننطر الاكشن بس صار الاتفاق الحمد لله اهم شيء الحمد لله اهم شيء مصلحة اكيد اللي قاعد يتابعونا على الشاشه اكيد نشكر تواجدكم حضوركم ويعطيكم الف عافيه يعطيكم العافية متابعينا أيضا شكرا لكم على متابعتكم وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم أكيد لقائنا راح يتجدد معكم الأسبوع القادم إن شاء الله على خير انتظرونا يوم الثلاثاء ونشوفكم على خير ومع السلامة في أمان الله.